بسم الله وكفى والصلاة والسلام على كل الرسل والأنبياء. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميلان على الحقيقة فيتبعون ما تشابه من ما يشد في القرآن إلى اللي قبل أن يسمع كل واحد من هؤلاء الأنذال يسمع روحه في شيء أول بعكس ما أراده الرحمن في كتابه العزيز. وعلى كل هنا اختبار لأهل الضلالات وأهل الغفلات والخسارات في الدنيا والآخرة، ربي يلتق يضرب قال واضربوا كل بنان. أعلى ابتلي أنت تجي تتجرأ وتعبط في آية القرآن أنا معك وما تعرفش مين جيك، كيف ما وقع في فرنسا من مرة قالك رئيس ملور والثاني والثالث قالك نسمع بحرية الرأي وحرية القول. أنا ريلا جاب لكم الادعاء الباطل ذي حرية القول، كل اللي تحب الإسلام بعدكم أنتم مغرضين وزيتون دونسيور، أنتم مغرضين تحبوا بالسيف تكسروا تهجموا صورة النبي عليه الصلاة والسلام اللي أبدع خلقه وخلقته وأخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم كما قال العظيم سبحانه وتعالى في القرآن العظيم.